الإنتاج الحيواني، المكتسبات وأفاق التنمية في إطار مخطط المغرب الأخضر، شعار المعرض الوطني المهني لتنمية الإنتاج الحيواني في نسخته الأولى. برنامج غني متنوع استفاد منه المشاركون في المعرض، شامل بالخصوص مسابقة تربية الأبقار الحلوب وإنتاج اللحوم الحمراء، إضافة إلى برمجة ندوات تتعلق بتربية الماشية وكذا التقنيات الحديثة في خدمة ترشيد عوامل الإنتاج وتحسين إنتاجية الأبقار. واحد الملتقى اللي جمعنا فيه جميع المتدخلين في القطاع ديال تربية الماشية، من عارضين، من فلاحة، منتجين، مهنيين ومؤطرين، وذلك لمعرفة ما هي المستجدات اللي في هذا القطاع. كنا نضمن زيارة الفلاحة من حيث كنا كنحاولوا باش نجيبوا في إطار واحد الزيارة منظمة ما ينهز 500 فلاح في كل يوم من المنطقة، بالإضافة للفلاحة اللي كانوا قرب المعرض، وانتم شفتوا الإقبال الكبير ديال 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 هذه الدورة هذه. 112 عارضا من جهات مختلفة من المملكة قدموا تجاربهم أمام زوار المعرض من خلال أقطاب همت تربية الماشية والمؤسسات والمعدات وصناعة الفلاحية والخدمات، إضافة إلى المنتوجات المحلية. كيكونونا كيورونا كيفاش البقرة كيفاش كتلقحوا كيفاش كتولد وكيفاش النوع اللي بغيتي الشاروري، بغيتي بلجيكي. الجمعية ديالنا هي اللي حفزتنا جوا هذا المعرض، وجينا هذا المعرض هذا واستفدنا بهذا المعرض هذا مع الاخوان ديالي اللي كاينه ديال المنطقه ديال دكالا عبده. المعرض خلق فضاء للتواصل والتبادل الحر لتمكين الفلاحين والمتخصصين في هذا القطاع من الاستفاده من التجارب الناجحه في ميدان تربيه الماشيه، وكذلك تشجيع الخواص للاستثمار بالمنطقه نظرا للمؤهلات والفرص التي تمتاز بها جهه دكالا عبده.